أولا اتفاق استوكهولم هو نص على هذه المسألة بشكل واضح، وهو انسحاب الميليشيات وتسليم الميناء للسلطات الحكومة ما قبل 2014، وتكون تحت إشراف يعني مشترك. نعم. والأمم المتحدة تكون يعني شريك في هذه المسألة. في حقيقة الأمر اتفاق استوكهولم تحول إلى معضلة ومشكلة ولم ينفذ منه أي بند. كثير يعتقد أنه بنود الاتفاق غامضة، وأنا أقول لم تكن غامضة، هي واضحة وتم تأسيسها على أساس قرار مجلس الأمن 2216، وقرار مجلس الأمن ينص بشكل واضح أنه إنهاء كافة الإجراءات الحوثية أيا كانت طبيعتها أو شكلها، وأيضا تمكين السلطات المحلية وهي سلطات منتخبة، وأيضا المكاتب الإدارية المحلية المدنية هم موظفو دولة، وأيضا قوات خفر السواحل هي كانت قوات موجودة بضباطها وجنودها، وبالتالي المسألة واضحة. المشكلة هي في الحوثية وتفسيراتها لاتفاق استوكهولم، هي تفسرها بما يثبت سلطتها. الحوثية لديها استراتيجية ثابتة في كل مفاوضاتها وحتى اللحظة، وهو أنها تتعامل مع الشرعية باعتبارها تمرد، واعتراف العالم بالشرعية لا يعنيها، وهي تعتقد أنه أي تقديم تنازل بما يجعل الشرعية هي من تمثل الدولة اليمنية تعتقد أنه سيحولها إلى تمرد، لذلك لا تقبل بأي حل من الحلول وعبر طاولة التفاوض ما يثبت سلطات الدولة عبر الشرعية اليمنية.